قطاعات دولة الإمارات العربية المتحدة قطع شوطاً طويل منذ اتحادها قبل أكثر من 40 سنة، حيث حققت خلال هذه الفترة العديد من الإنجازات النجاحات في المجال الطبي التعليمي التكنولوجي والاجتماعي. وأيضاً شهدت دولة الإمارات النهضة الاقتصادية والعمرانية. نتعرف معكم على أبرز هاي الإنجازات في تقريرنا التالي. بإنجازات تاريخية تدخل الإمارات عام 50، تتوج بها مسيرة 50 عاماً من تاريخها، وتؤسس بها للانطلاق نحو مستقبل زاهر في مئويتها 2071. عام يشكل فرصة للتأمل في إنجازات 50 عاماً الماضية، في الوقت الذي نستعد فيه للانطلاق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة بكل إنجازاتها. أحدث تلك الإنجازات كان قبل أيام، وتحديداً في 9 مارس الجاري، بصدور رخصة تشغيل المحطة الثانية من محطات براكا للطاقة النووية السلمية، أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، بعد أن نجحت الإمارات في نهاية 2020 بوصول مفاعل المحطة الأولى إلى 100% من طاقته الإنتاجية. أيضاً يبدأ الاحتفال بعام 50 بالإمارات في وقت تحصد فيه الدولة والعالم ثمار إنجازها التاريخي بوصول مسبار الأمل إلى المريخ في 9 فبراير الماضي، كأول دولة عربية وخامس دولة بالعالم تحقق هذا الإنجاز. إن إقامة إكسبو 2020 دبي سيكون من أبرز الإنجازات التي سيشهدها عام اليوبيل الذهبي للدولة، وسيكون أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيجمع المعرض أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك دول وشركات ومؤسسات تعليمية ومنظمات دولية، بالإضافة إلى ملايين الزوار، حيث سيستعرضوا الأفكار والابتكارات التي بها نستطيع تشكيل ملامح مستقبل أفضل للبشرية. كل تلك الإنجازات المتزامنة مع اليوبيل الذهبي للدولة يتوقع أن تحقق قفزات تنموية في مختلف المجالات. مسيرة إنجازات متواصلة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتؤكد أن نهج لا مستحيل الذي تمضي به قيادة الإمارات لا يتوقف عند حد معين.